الأهداف المتوخاة منه، كمعرفة التوتر الكهربائي المستمر كمقدار جبري يمثل بسهم، ثم استعمال الفولتمتر وكاشف التذبذب لقياس التوتر، ومعرفة فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين من دارة كهربائية وربطه بالتوتر، ومعرفة خاصيات التوتر في دارة متوالية وفي دارة متفرعة، ثم تحديد الارتيابات ودقة القياس، وكتابة النتائج بالوحدات المناسبة والأرقام المعبرة، ثم معرفة مميزات التوتر المتغير كالجي بي والمثلثي والمربعي، ثم معرفة العلاقة بين التوترين الأقصى والفعال بالنسبة للتوتر الجي بي، ومعرفة أيضا سرعة الكسح أو الحساسية الأفقية، والتمكن من استعمال راسم التذبذب واستغلال الرسوم التذبذبية. إذا بالنسبة للمكتسبات القبلية السابقة التي تمت دراستها في المستوى الإعدادي، بالنسبة للسنة الأولى إعدادي تم قياس التوتر الكهربائي المستمر باستعمال الفولتمتر ودراسة خاصيات التوتر في دارة متوالية وفي دارة أيضا متفرعة. وبالنسبة للسنة الثانية إعدادي تمت معاينة التوتر المتناوب الجي بي ودراسة مميزات التوتر المتناوب الجي بي بدراسة بعض المقادير المميزة لهذا التوتر كالدور والتردد والقيمة القصوية والقيمة الفعالة. إذا بداية سنبدأ الدرس بالفقرة الأولى التي تهم التوتر الكهربائي المستمر كمفهوم. ماذا نعني بالتوتر الكهربائي؟ التوتر الكهربائي هو اللاتماثل الموجود بين نقطتين من دارة كهربائية من حيث الحالة الكهربائية، ونرمز لهذا التوتر بالرمز UAB، ووحدته في النظام العالمي للوحدات هي الفولت، ونعبر عن التوتر بين نقطتين من دارة A و B بالعلاقة التالية UAB تساوي VA موان ناقص VB، ونقصد ب VA جهد النقطة A و VB جهد عندما النقطة تكون لنقطتين A و B من دارة كهربائية نفس الحالة الكهربائية أي نفس الجهد، فإن التوتر بين بين هاتين النقطتين يكون منعدم، مثلا كالتوتر بين مربطي سلك فهو أيضا منعدم لأن نقطتين من سلك لهما نفس الحالة الكهربائية، بينما عندما تكون الحالة الكهربائية لنقطتين مختلفة فإن التوتر بين النقطتين يكون مخالف للصفر. واصطلاحا نمثل التوتر UAB بسهم من B نحو A كما هو موضح في الشكل. الآن سنقوم بدراسة جبرية التوتر، يعني أن التوتر فهو مقدار جبري يمكن أن يأخذ قيمة موجبة وقيمة سالبة، فلذلك نقول بأن التوتر مقدار جبري UAB، ويمكن أن نبين هذا انطلاقا من الجهود، يعني أن UAB يساوي VA موان VB يساوي ناقص في عامل في بي ناقص في ا التي تساوي ناقص يو ا بي، وسنبين هذا انطلاقا من تجربة التي سنحتاج فيها كعدة تجريبية لجهاز فولتمتر ثم عمود. عندما نربط المربط الموجب للفولتمتر مع القطب الموجب للعمود ثم القطب السالب للعمود مع القطب السالب للفولتمتر يشير الفولتمتر إلى قيمة موجبة، بينما عندما نعكس المرابط فإننا نحصل على قيمة سالبة. إذن فالتوتر يمكن أن يأخذ
قيمة موجبة أو قيمة سالبة. وكم الحوضة بالنسبة لتحديد قيمة الجهد الكهربائي لنقطة N من دارة كهربائية؟ يجب دائما اختيار مرجع للجهود، يعني نقطة مرجعية M تكون مرتبطة بما يسمى بالهيكل الذي نرمز له بالرمز الموضح في الشكل، واصطلاحا نعتبر هذه النقطة هي أصلا للجهود، يعني أن جهد هذه النقطة منعدم يساوي صفر، ونرمز للهيكل من طبيعة الحال كما قلت لكم سابقا بهذا الرمز. وبالنسبة لقياس التوتر، إذا ثانيا قياس التوتر نستعمل فولت متر. هناك نوعان، هناك فولت متر دي إبرة والفولت متر الرقمي ملتي متر. أولا سنتكلم عن الفولت متر دي الإبرة، هو جهاز لقياس التوتر يركب على التوازي في دارة كهربائية، نرمز له هو مستقطب له قطب موجب وقطب سالب. إذا كما هو موضح في الشكل يركب كما قلنا على التوازي، بحيث قطبه الموجب مرتبط بالقطب الموجب للمولد والقطب السالب بالقطب السالب، ويمكننا من تحديد قيمة التوتر بين نقطتين باستعمال العلاقة التالية: U يساوي سيف و N على N كبيرة. نعني ب C هو العيار المستعمل، ودائما عند القياس نبدأ باستعمال العيار الأكبر لتفادي إتلاف الجهاز، ثم N صغيرة هي عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة، و N كبيرة هي عدد تدريجات الميناء. دائما هذه القيمة التي نقوم بقياسها بهذا الفولت متر دي الإبرة تكون مصحوبة بنسبة من الخطأ راجعة إلى الجهاز ثم إلى القارئ. هذه الارتيابات سنتكلم عليها باختصار. بالنسبة للارتياب المطلق نعبر عليه أو نرمز له بدلتا U الذي يساوي C و X على 100. C العيار المستعمل، X الفئة أو فئة الجهاز وتكون مدونة على الجهاز، وهذه القيمة تعطى بالفولت. ثم الارتياب النسبي الذي يساوي دلتا U على U، ويعبر أيضا عن دقة القياس، حيث كلما كانت هذه القيمة صغيرة كلما كان القياس أكثر دقة ويعطى بنسبة مئوية، وسنرى هذا انطلاقا من إنجاز هذا التطبيق. إذا سنعتبر فولت متر مستعمل لقياس قيمة للتوتر بين نقطتين باستعمال العيار سي يساوي 10 فولت، وفئة الجهاز المكتوبة على الجهاز هي X يساوي 1.5، عدد التدريجات التي تشير إليه الإبرة هي N يساوي 60، وعدد تدريجات الميناء هي N يساوي 100. لحساب التوتر U فهو يساوي C و N على N كبيرة التي تساوي إذا قمنا بحسابها هي 10 فوا مضروبة فوا 60 على 100، إذا فتعطينا 6 فولت. بالنسبة للارتياب المطلق، الارتياب المطلق دلتا U تساوي C فوا X على 100، C يساوي 10 مضروبة فوا 1.5 على 100 هي تعطينا 0.15 فولت. وبالنسبة للارتياب النسبي دلتا U على U نحصل على القيمة 0.5%. وفي الأخير يمكن كتابة هذا التوتر على الشكل U لي 6 زائد أو ناقص 0.15. إذن الآن
سنمر إلى خاصيات التوتر الكهربائي. أولاً سنبدأ بخاصية التوتر في دارة متوالية، يعني ما يسمى بقانون إضافيات التوترات. هذا القانون إذا اعتبرنا هذه الدارة أو هذا بين نقطتين أو دي، هناك مجموعة من المركبات الكهربائية المركبة على التوالي يمر فيها نفس التيار الكهربائي. في هذه الحالة التوتر بين النقطتين أو دي يساوي مجموع التوترات بين مرابط المركبات المركبة بين هاتين النقطتين، يعني U A D يساوي U A B زائد U B C زائد U C D. ويمكن التحقق من هذا القانون باستعمال الجهود، حيث أن U A D يساوي V A - V D، و U A B يساوي V A - V B، U B C V B - V C، و UCD يساوي VC - VD. سنمر إلى خاصيات التوتر الكهربائي. أولا في دارة متوالية الذي هو قانون إضافيات التوترات، سنعتبر ثلاثة مركبات كهربائية مركبة بين النقطتين A و D. إذن التوتر UAD يساوي التوتر U A B زائد التوتر U B C زائد التوتر U C D. ويمكن التحقق من هذه النتيجة بواسطة الجهود بتعويض U A D ب V A ناقص V D، والتوتر U A B ب V A - V B، والتوتر U B C ب V B - V C، والتوتر U C D ب V C - V D. وسنحصل على هذه النتيجة. إذن بصفة عامة التوتر بين مربطي بين نقطتين يساوي مجموع التوترات بين مرابط المركبات المركبة بين هاتين النقطتين في دارة بطبيعة الحال متوالية. وبالنسبة للدارة المتفرعة كما هو في الشكل، يعني أن الدارة تتكون من مولد ثم المصباح الأول والمصباح الثاني مركبين على التوازي. إذن جهد النقطة B هو جهد النقطة D، جهد النقطة A هو جهد النقطة C. إذن يمكننا أن نقول بأن التوتر UAB يساوي التوتر UCD، وبهذا يمكن تعميم هذه النتيجة أن التوترات أو توترين بين مربطي مركبتان على التوالي فهو متساوي. إذن UPN يساوي UAB يساوي UCD. سنمر الآن إلى تمرين تطبيقي لاستعمال هذه المعارف التي قمنا بدراستها. إذن التمرين هو على الشكل التالي: كحل للتمرين نعتبر التركيب جانبه، نعطي التوترات التوتر UPN يساوي 12 فولت، التوتر UED يساوي 7.63 فولت، والتوتر UBA يساوي ناقص 4.32 فولت. إذن السؤال الأول وأحسب التوتر UBC. إذن التوتر UBC سنقوم بحسابه بواسطة هذه العلاقة التي رأيناها، هي قانون إضافية التوترات. إذن حسب قانون إضافية التوترات لدينا UAC، توتر UAC يساوي UAB زائد UBC، ولدينا التوتر UPN هو التوتر UAC، وبالتالي UBC يساوي UPN ناقص UAB، إذن تساوي UPN زائد UBA، لأن UAB يساوي ناقص UBA تساوي 7.68 فولت. ثانيا بالنسبة للسؤال الثاني، أوجد توتر UEC. إذن UEC
التوتر بين هاتين النقطتين يساوي UED زائد UDN زائد UNC، ونعلم أن التوتر UDN و UNC مساويا للصفر، لأن التوتر بين مربطي السلك كما قلنا أيضا منعدم، وبالتالي فيبقى UEC تساوي UED تساوي 7.63 فولت. ثالثا، بالنسبة للسؤال الثالث، أحسب قيم VA ناقص VD و VC ناقص VF. لدينا إذا جهد النقطة A VA مساوي لجهد النقطة F يساوي جهد النقطة P، وجهد النقطة D يساوي جهد النقطة C يساوي جهد النقطة N. وبالتالي إذا VA ناقص VD تساوي VP ناقص VN، نعوض VA بVP و VD بVN، إذا يساوي UPN التي تساوي 12 فولت. و VC ناقص VF تساوي VN ناقص VP يساوي ناقص UPN التي تساوي ناقص 12 فولت. الآن سنمر إلى التوترات الكهربائية المتغيرة. إذن أولا سنبدأ بتعريف لهذا الجهاز الذي هو راسم التذبذب. بالنسبة لراسم التذبذب، هو جهاز لمعاينة التوترات الكهربائية، حيث أنه يتكون من شاشة تتكون من معلم من محورين. المحور الأول الرأسي هو محور للتوترات، ومحور أفقي الذي هو محور للزمن، حيث أنه أيضا يتكون من عدة أزرار. أولا سنرى المدخل الأول المكون لراسم التذبذب، حيث أنه يتكون من مدخلين في هذه الحالة، لهما نفس الدور، إذن يكفي أن نتكلم على المدخل الأول. إذن المدخل يتكون من نقطتين، حيث أنه يتكون من مربطين نركبهما بين نقطتين من الضارة لتحديد التوتر بينهما، وأيضا يتكون من زر الذي يسمى، هذا الزر هذا يشير إلى ما يسمى بالحساسية الرأسية. الحساسية الرأسية هي عبارة عن سلم للمحور الرأسي، يعني أي قيمة نقوم بقراءتها على هذا المحور نقوم بضربها في الحساسية الرأسية، لأننا نعلم بأن التوتر فهو بالفولت، وعلى الشاشة نقرأ عدد التدريجات. ثم بالنسبة للزر الثاني فهو زر الحساسية الأفقية أو ما يسمى بسرعة الكسح، وهي سلم للمحور الأفقي، يعني أي قيمة للزمن نقوم بقراءتها على المحور الأفقي فإننا نضربها في هذا السلم أو في هذه الحساسية لتحويلها من عدد التدريجات إلى زمن. ثم سنمر إلى أمثلة لتوترات متغيرة. نميز ثلاثة أنواع للتوترات المتغيرة. هناك التوتر المستطيلي، ما يعرف عليه بالتوتر المربعي، ثم التوتر المثلثي والتوتر الجيبي، لا أشكال مختلفة، وانطلاقا من الأسماء يعني يمكن أن نشاهد هذه الأشكال المختلفة. ثم سنمر الآن لدراسة مميزات التوتر الجيبي، مميزات التوتر المتناوب الجيبي. إذن كما يتضح في الشكل، هذا شكل للتوتر متناوب وجيبي يتميز بعدة مقادير. أولا نلاحظ بأن جزء من المنحنى يتكرر خلال الزمن،
إذا سنتكلم على المقادير المميزة لهذا التوتر. أولا يتميز بالقيمة القصوية. إذا نلاحظ بأن وسع ما يسمى بالقيمة القصوية أو وسع التوتر أو التوتر الأقصى، وسع التوتر يبقى ثابت، يعني أن هذا التوتر يتغير بين قيمة قصوية موجبة وقيمة دنوية سالبة. هذه القيمة U ماكس التي تظهر على الشكل هي ما يسمى بالقيمة القصوية، ونقوم بتحديدها باستعمال العلاقة SV فوا Y. تشير إلى عدد التدريجات الموافقة لقيمة قصوية واحدة، و SV هي الحساسية الرأسية. بالنسبة للقيمة الفعالة تساوي للتوتر U-Efficace تساوي U-Max على جذر 2. وبالنسبة للدور T نقوم بحسابه بالعلاقة T تساوي VB فوا مضروبة فوا إكس. إكس هو عدد التدريجات الموافقة لدور واحد، و في بي والحساسية الأفقية أو سرعة الكسح لا فيتاس دو بالاياج. إذا بالنسبة لهذا الدور فهو المدة الزمنية الموافقة لكي يتكرر المنحنى. إذا بالنسبة للتردد، التردد وحدته هي الهرتز F، نرمز له ب F مساوي ل بالنسبة للتردد فنرمز له بالرمز F، وحدته هي الهرتز ويساوي مقلوب الدور. إذا سنقوم الآن بإنجاز تمرين تطبيقي، ولكن قبل سنقوم بإعطاء ملحوظة على هذه القيمة الفعالة للتوتر. إذا القيمة الفعالة للتوتر تقاس بواسطة الفولت متر عند ضبطه على النظام المتناوب، بينما يوماكس للقيمة القصوية نقوم بقياسها انطلاقا من المنحنى المعاين على راسم التذبذب. إذا سنمر الآن إلى تطبيق لهذه الفقرة. إذا نعاين بواسطة راسم التذبذب الشكل التالي: نعطي الحساسية الرأسية، سرعة الكسح، إذا الشكل على الشاشة. أولا ما طبيعة التوتر المعاين، ثانيا حدد قيمة الدور واستنتج التردد، ثالثا حدد القيمة القصوية والقيمة الفعالة. إذا كحل بالنسبة للتوتر المشاهد هنا هو توتر متناوب جيبي. ثانيا لتحديد قيمة الدور يجب أن نحدد عدد التدريجات الموافقة لدور واحد. إذا قمنا بحسابها على الشاشة فنحصل على 5 تدريجات مضروبة بطبيعة الحال فوا الحساسية الأفقية اللي هي 50 ms بار ديفيزيون. إذا سنحصل على 250 ms. التردد سنستنتجه فقط انطلاقا من الدور، حيث أنه يساوي F يساوي 1 على T، وسنقوم بتحويل T إلى سكوند بضرب 250 ms فوا 10^3. إذا سنحصل على 5 Hz. ثالثا القيمة القصوية للتوتر Umax كما قلنا سابقا سنقوم بتحديدها باستعمال العلاقة SV فوا Y. Y هنا عدد التدريجات الموافقة لقيمة قصوية هي 3، سنضربها في الحساسية الرأسية اللي هي 5، سنحصل على 15 فولت. وبذلك سنقوم باستعمال العلاقة U-Efficace التي تساوي U-Max على راسين دي دو للحصول على القيمة الفعالة، وبذلك سنحصل على 10.64. إذن شكرا لتتبعكم للدرس وحظ موفق.